هاي ايف، ايف خضرة، انت براندز مانجر ب ان بوخاطر. اليوم عم تشوف مثل ما ذكرت بالمقدمه مصنع جديد هندي، وبنعرف اليوم قد ايه الهند عم تصدر مش بس دراجات ناريه وسكوترز، سيارات كمان، وصارت وحده من اهم المصنعين بالعالم. اليوم معنا التي في اس، وهي سكوتر كثير حلوه بمواصفات كمان مهمه جدا. الويجو هو اليوم موضوع حلقتنا. ويجو Yes. شو الاسم، شو المعنى؟ ويجو من نحن مرة. We go together. Yes, this is it. على كل حال الباقي السكوتر بشكل عن جد كتير حلو وكتير اتراكتيف، بس قبل ما نحكي عنه بدنا نحكي معك دائما سيفتي، وخاصة السكوتر. يعني مش بس نحكي دراجات نارية، انه بدهم سيفتي كمان. الموبيلات او السكوتر كمان بحاجة انه نحكي سيفتي فيها، لانه بتعرف اليوم بالشوارع حدا عم يطلع مراية بيفتح باب عليك، كمان شغلة خطرة. هلا في قسم كبير بعدها من العالم اخذين فكرة غلط عن الموتو، نظرا لبعض الاشخاص اللي بيسوقوا على الطريق بطريقه غير قانونيه، بطريقه بتتعدى السرعه العامه، بيعملوا البهلوانيات على الطريق بقبقبوا، فالناس كلها عم تاخذ غلط عن هذا الشيء. نحن ضد هالاشخاص، نحن عم نجرب ننقل الوجه الحضاري للبنان لقياده دراجه الناريه بطريقه امنه، لانه دراجه الناريه هي الحل للبنان، حل عجقة السير، لأنه بتعرف بلبنان صار في كتير عجقة السير، ما في نقل مشترك منظم، فالبايك يعني بلما تنزل تعمل 3 ميتينج زاد البروداكتيفيتي تبعك، صرت عم تقدر تعمل 7 ميتينجز بالنهار، عم تكون بروداكتيف أكتر، خاصة عن السكوترز اللي كتير منيح للشوارع الضيقة وللمناطق المكتظة سكانيا. بنوفر باركينج، بنوفر عجقة سير، وكتير قصص، بنوفر بنزين. اول شيء من حقها، هي حقها ارخص من السياره، يعني هي كثير منيحه للتوفير من ناحيه البنزين. هيدا سكوتر بتعمل تقريبا 1500 كيلومتر بالتانك، يعني تصور يمكن تعبي يعني مره بالشهر بنزين. نعم. من ناحيه الصيانه، صيانتها غير صيانه السياره، كثير رخيصه، فهيدا السكوتر في كثير توفر فيها. الحلو كمان فيها انه بتعطي ايميشنز اقل من السياره، يعني ما في تلوث. صحيح. سيارات ما بدها باركينج سبيس، يعني صار فينا بلا ما نعمل باركينجات بالمدينه، فينا نعمل حدايق بالمدينه. وكمان فيك تسوق الموتو بطريقه امنه، مهم تحط الكاسك، الجاكيت، الكفوف. ما حدا يستهتر اذا عم سوق سكوتر اليوم انه ما يحط هلمت على راسه. أكيد كمان نعم. السكوتر اول شغله بدنا نسوق يكون معنا هلمت، اذا عم تسوق بسيكلات لازم تحط هلمت 100%. وسواقه الموتو هي اصولا سيف اكثر من السياره، لانه يعني انت عم تسوق موتو عم بتركز قدامك جورج، ما عم تحكي على الواتساب، ما عم تاكل، ما عم بتغير موسيقى، ما عم بتعمل ميك اب، لانه في بتعرف اوقات بتشوفهم عم بيعملوا ميك اب وعم بيكسروا عليك شاردين عليك. فيها تكون السكوتر بلبنان هي الحل. نعم. للبنان. هون اليوم معنا طرازات ثلاثة، كل وحدة لون، بس أكيد كمحرك وكاسبكس هن نفسهم تي في اس من ويجو، حسب كل شخص أكيد شو بحب اللون. أكيد. بس عنا 110 سي سي قوة لا بأس فيها كسكوتر اليوم، والحلو فيها انه كثير واسع، سبيشس كا، يعني قاعده كرسي اليوم بسيع شخصين عليها بكل ريحه لهالسكوتر. الحلو بهيدا السكوتر اول شيء 110 سي سي، يعني اذا عم تعوزها للمدينه وللمناطق اللي فيها كثير عجقه، هيدي السرعه اللي هي طالبها، منك طالب اكثر من هيدا. والحلو بالويجو انه كلها حديد. نعم. فمعموله من حديد، يعني هذا البادي لسمان الستبس اللي بيفتحوا. مزبوط. نعم. الويجو كمان بميزها سعره 1250 دولار، يعني عم نحكي بسعر كثير 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 رخيص لموتو كثير كثير سبيسيفيكيشن تبعها عاليه. وبتتميز كمان انه البايك فريماتها من قدام وفريماتها من ورا كمان سبيسيفيكيشنز تبعهم كبار، فيها كم سيفتي اذا صرنا معنا سادن بريك دغري بتلبينا وبتوقف على الارض. الحلو كمان فيها انه في مطرح تحت الكرسي بتساعد كاسكان، فيك تحط لها بوكس من ورا، بنحط لها ويند سكرين من قدام. انا بعتقد انه هيدي البايك يعني بمصروف 1500 كيلومتر بالتانكي هي الحل للبنان، حل لعجقه السير، ولواحد يقدر يخلص شغله بطريقة حضرية بطريقة مرتبة، خصوصا انه بلبنان بتتمتع بتأس مشمس، يعني فينا نسوق تقريبا 11 شهر بالسنة، يعني اوكي 3 اشهر شتى بس ما بتشتي كلها على بعض شهر، ففينا نسوقها دايما. حلو بالويجو انه فيك تنقي كمان اللون اللي بدك اياه،
هذا كل شيء بتصور بشكل مختصر اكيد عن الويجو. اكيد المزيد تواجعوا شو روم موزعين بكل لبنان. فيهم ينزلوا على جل الديب، على نهر الموت، على الحمراء، على الاشرفيه، على فردان، على الشياح. كمان في عنا الفاسيلتيز تبع التقسيط، يعني فيك تقسطها على 5 سنين بدون دفعه اولى، بتطلع يمكن عليك بالشهر 50 دولار. فبنصحهم ينزلوا على الشورومات يشوفوها، يجربوها على سكوتر، والشباب السيلزمانية تحب يفيدوهم أكثر. Thank you إيف على كل هالإنفوز عن تي في أس من ويجو. اليوم كانت حلقتنا، أكيد تابعونا على الأسبوع مع درجة النارية، أكيد مع عين بخاطر. إلى اللقاء.